ختام الموسم وانت بتختم بالبطولات، لكن بيبقى في تكريمات على المستوى الشخصي لحسين. قبل المعسكر كان في تكريم الجمهور يعني اثناء المعسكر، اختيار حسين بتصويت الجمهور التشكيل المثالي واحد افضل اجنحه في الكره المصريه عن الموسم الماضي، امور بتشيلك مسؤوليه كتير اللي جايه يا كابتن حسين. طبعا والله يعني انت كل ما انت الجمهور بيختارك في حاجه، وان انت بيرشحك ان انت تبقى احسن لعيب سواء في مصر او في الاهلي او في حاجات كتير، كل الحاجات ديت بتبقى عامل اللي انت اضافي ليك، اللي انت لازم السنه مثلا دي خلصت خلاص السنه الجايه لازم تبقى احسن، لازم تبقى احسن واحسن واحسن. فانت طبيعي الفتره الجايه محتاجه مجهود مش من حسين بس، لا من الفريق كله، محتاجين ان احنا الفتره الجايه نركز ونعمل اكتر من اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت بس. فدي حاجه كبيره جدا، وان شاء الله نقدر نعمل ده كله فعلا مش حسين بس. يعني 5 بطولات الموسم الماضي بيشيلكم مسؤوليه للموسم اللي جاي. جمهور النادي الاهلي لو بنلعب 5 بطولات عايزين ناخد 7 مش عايزين ناخد 4، فهل دي بتديكوا دفع معنوي للي جاي ولا بتشكل عامل ضغط شويه؟ الاثنين. مش هقول لك لا، بص اللي هيقول لك لا مش عامله عامل ضغط، لا يبقى انت كده بتضحك على نفسك. وانت بتعمل ليه؟ ان انت فعلا السنه دي انت داخل بطولات اكتر، انت لو عديت البطولات اللي النادي الاهلي داخلها ممكن يكون من 8 ل 10 بطولات، اه من 8 9 10 بطولات، فانت داخل بطولات كتير جدا، انت محتاج ان انت تكسب ال 10 بطولات فعلا. انت الجمهور الاهلي دايما حطك في مكان اللي انت لازم تكسب كل بطوله تدخلها، سوبر بقى، بطوله من ماتش واحد، بطوله كبيره، اي حاجه الاهلي عايزك تاخدها، جمهور الاهلي عايزك تاخدها. فاحنا كلعيبه احنا فعلا مش هقول لك لا مش مضغوطين، لا احنا عايزين ناخد البطوله، داخلين كل البطولات عايزين ناخدها السنه دي، عايزين نعمل اكتر من السنه اللي فاتت. السنه دي البطولات اللي انت داخلها هتبقى حاجه في التاريخ، اللي انت ممكن توصل لعدد فعلا اكتر فريق في العالم حقق بطولات في سنه واحده من كتر البطولات فعلا اللي احنا داخلينها السنه دي. فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نحقق البطولات كلها السنه دي باذن الله. عايز اختم منك كابتن حسين برساله لكل لاعب ناشئ او كل لاعب كره، لو جه مدرب جديد وما كنتش ضمن حساباته في الفتره الاولى، المدرب ما اتغيرش لكن انت اللي اتغيرت وبقيت واحد من العناصر الاساسيه بالنسبه له، فده امر بيحسب لك، لو هتنصح اي لاعب ممكن يمر بهذا الظرف تقول له ايه؟ والله بص يعني نصيحتي مش هقول لك بقى لاي لعيب، لاي اخ اخواتي الصغيرين كلهم اللي كلهم بيحلموا يبقوا نجوم كبار، ان هم كلهم بيتمنوا ان هم يلعبوا في انديه مصر كلها، اهلي زمالك احتراف اي نادي، مش هقول لك يعني عشان ما اقولكش مثلا، لان كل لعيب حسب انتمائه وحسب هو عايز ايه. بس نصيحتي لاي لعيب اللي هو ما يكون مثلا مدرب جه جديد وان هو غيرك او ان هو مش عاملك في حساباتك، لا انت اشتغل وتوكل على الله وصلي وتشتغل كويس. لو انت بتتمرن 100% لا خليها 150% 200%، اتمرن لحد ما اجيلك وانك تقدر تمسك في الفرصه ديت، وان شاء الله ربنا يكرمك ساعتها ان شاء الله. اكمل هدف لحسين الشحات هذا الموسم؟ والله الاهداف كلها بس انا بالنسبه لي هيفضل الجون الغالي ماتش الهلال السوداني بالنسبه لي، لان كان بعد والدي الله يرحمه ما توفى بيومين، فده كان بالنسبه لي الماتش ده كله غالي بالنسبه لي يعني.